الحضور الكريم، الزملاء الأعزاء والطلبة الأعزاء، إذن يسعدني أن أرأس هذه الحصة، هذه الجلسة في هذا الموضوع الذي رأينا في الحصص الصباحية كم كان يدعو إلى نقاش، وهو فعلا لا أعود إلى ما قيل سابقا، ولكنه يعني موضوع أعتقد أنه جاء في وقته وأبانه. وفي هذه الحصة التي ستتناول وتواصل سؤال الأخلاق في الفلسفة الإسلامية، سنستمع بالتوالي وتباعا لدكتور رمضان بن منصور أولا، والذي سيحدثنا عن استعمال الصناعة القياسية في العلم المدني عند ابن رشد. سامحوني يعني أشوقكم إلى ما سيقوله، وهو يعني كيف يمكن للقياس للبرهان أن يندرج في المشكوكيات إن شئتم، ومثل العلم المدني والأخلاق، أي ما لا يوزن ببرهان، وأنا أتشوق للاستماع إليه. وبعد ذلك نستمع إلى الدكتور كمال مساعد، تبيئة النظرية السياسية والأخلاقية الأفلاطونية في الواقع العربي الإسلامي، وأرى يعني نوع من التواصل بين هذه الموضوعات. وثم مولاي عبد الكريم، أخلاق التعقل في فلسفة الفارابي وراهينيتها. ويعني قبل أن نبدأ بالدكتور رمضان بن منصور، يعني أطلب منهما في من الثلاثة الأخوة يعني بأن يتقيدوا قدر الإمكان بالوقت، هذا إن لم يكونوا من أصحاب الجود والكرم كما قيل الصباح، لأن هناك من فوت في بعض الدقائق حتى نكون على الموعد. إذن وبخاصة سأقول لكم بخاصة، وهذه فاجأتني لأن الذاكرة يعني في وقت من المعين، هو كان من طلابي بجامعة القيروان وذكرني بذلك، ولم أكن صارما معكم، ولكن هذا اليوم سأكون صارما بالنسبة للوقت، فأرجوكم التقيد بذلك. بالنسبة لسي رمضان بن منصور، إذن هو الآن بكلية الأداب والعلوم الإنسانية، وأنا سعيد بأن أرى طلابي أمامي وليس ورائي الآن، وبسوسة، ومختص في الفلسفة الإسلامية الوسيطة، ويشتغل بالنظر فيما بعد الطبيعة، والطبيعة طبعا والرياضيات والمنطق وتأثيره في العلوم عند الفلاسفة العرب، ولقد صدر له كتاب قراءة جديدة لعلم المنطق وعلاقته بالميتافيزيقا عند ابن رشد، وملامح من إلهيات ابن رشد أيضا، وتأثير ترجمات أرسطو في تطور اللغة العربية، وهو هذا الكتاب هو كتاب مترجم. وإلى جانب ذلك مشارك فعال ونشيط في الملتقيات الدولية، وسننتبه نستمع إليك، وسنحاسبك حسابا عسيرا لأنك يعني تفضل. شكرا أستاذي، وشكرا فرصة. سوف أحاول كما كان يفعل ابن رشد أن يلتقط الأقاويل المجردة التي كان منهجه حينما كان يلخص أرسطو، وأنا سوف ألتقط أهم المعاني التي أرجو أن تصل إليكم واضحة، رغم نوعا ما صعوبة الموضوع من ناحية الصورية. عنوان العمل هو استعمال الصناعة القياسية في العلم المدني عند ابن رشد، أقصد به العلم المدني وتحديدا صناعتي الأخلاق والسياسة. وسوف اسمحوا لي سوف أقرأ عليكم فقط الإشكاليات ثم الاستنتاجات، أما الباقي فسوف أحاول الارتجال. قبل أن أصل إلى الإشكالية والفرضية، أود أن أنطلق من جملة من البيانات أو التوضيحات التي أنا أعتقد أنها
ضرورية لكي نفحص النظر في كيفية استعمال الصناعة القياسية متشكلة تحديدا في علم البرهان في العلم المدني عند ابن رشد. وسوف أنطلق من قول عام، قول لابن رشد عامة، ثم بعد ذلك سوف أخصص هذا القول إلى قول أكثر خصوصية. الشاهد الأول أقرأه لابن رشد من تفسير ما بعد الطبيعة وله دلالة. إذن أنا اشتغلت على موضوع مدني عملي، ولكني أساسا عدت إلى كتاب ما بعد طبيعي إلهي، وهذا سوف ترون أن هذا مهم جدا حسب وجهة نظري. طبعا يقول ابن رشد: وذلك أن صناعة المنطق تستعمل استعمالين، من حيث هي آلة وقانون تستعمل في غيرها، ويستعمل أيضا ما تبين فيها في علم آخر على جهة ما يستعمل ما تبين في علم النظري في علم آخر، وهي إذا استعملت في هذا العلم، ويقصد تحديدا ما بعد الطبيعة في التفسير ما بعد الطبيعة، وهي إذا استعملت في هذا العلم قريب من المقدمات المناسبة. ما أود التركيز عليه هو تقريبا نقطتين هنا أو نقطتان. النقطة الأولى هي التمييز ما بين ما يعرف لاحقا في مقال تلجيم في تفسير ما بعد الطبيعة بين الاستعمال الخاص للمنطق والاستعمال العام. هناك ضربان من الاستعمال للمنطق داخل الصنائع أو العلوم عند ابن رشد. ماذا يقصد أوجز؟ فقط الاستعمال الخاص للمنطق، أي أن نستعمل المنطق من جهة كونه آلة وقانون وسبارات تستعمل في العلوم. المنطق يستعمل من جهة كونه آلة، تستعمل في بقية العلوم، نتفق هنا النظرية. ثم الاستعمال الخاص، هناك شكل ثاني للمنطق وهو استعمال عام، وهو استعمال ما تبين في علم ما في علم آخر من جهة كونها مصادرة أو أصل الموضوع. هنا بمعنى أن ابن رشد في بعض الكتب يفحص من جهة الاسترسال في مسألة ما، ولكن في كتاب آخر يأخذ ما فحص فيه استرسالا يأخذه من جهة الإجمال، مثلا يأخذه في شكل مقدمة. هذا استعمال عام وهو دارج جدا في الكتابات الرشدية. فقط أريد التنبيه هنا، يختلف استخدام الصناعة القياسية من علم إلى آخر. هذه عند ابن رشد درجات العلوم في اختلاف للصناعة القياسية يختلف من علم من موضوع علم إلى آخر، ومعيار الاختلاف هو معيار طبيعة الموضوع. كلما كان الموضوع العلم المراد النظر فيه قريبا من الحس إلا وكان أكثر احتياجا لآلة المنطق، وبالعكس كلما كان الصناعة التي نفحص فيها بعيدة عن الحس إلا وكان كانت تلك الصناعة أو ذلك العلم مكتف بنفسه عن استعمال المنطق. ولذلك استنتاج، ولذلك يقول ابن رشد أن الرياضيات علوم التعاليم لا تحتاج كثيرا إلى المنطق نظرا لتجانس موضوع المنطق مع موضوع الرياضيات. بالتالي نستنتج استنتاج جديد، يعني ذلك أن العلوم العملية التي موضوعها الجوهر الموجود الحسي، معنى ذلك أن هي أكثر استعمالا للمنطق، وهذه نتيجة تقريبا معقولة ومقبولة على الأقل. لكن هناك مفارقة، هي المشكلة المفارقة هي. أقول: على الرغم من الوجاهة النظرية لما أدى إليه القول بشدة ظهور الصناعة القياسية أي المنطق في العلوم العملية، إلا أن ابن رشد لا يصرح إطلاقا ولا في نص من النصوص التي قرأتها، ولا أدعي أني قرأت كلها النصوص التي لا يصرح بكون العلم المدني وهو صناعة عملية تحتاج إلى المنطق. ولا يصرح كذلك بوجوه استعمالات المنطق في العلم المدني، إن كان العلم المدني يستخدم وهو لم يذكر صراحة. لكن هناك إشارة أولى يتحدث فيها ابن رشد ليس عن استعمال العلم المدني للمنطق، وإنما عن استعمال العلوم العملية، ونعرف أنها متعددة، للمنطق. يقول:
وكثيرا ما يظن هذا في الصنائع العملية. ولاحظوا معي لم يقل صناعة العلم المدني لا الأخلاق ولا السياسة، قال الصناعة العملية التي يستعمل فيها القياس. نقطة توقف انتباه. إذن العلوم العملية تستعمل الأقيسة المنطقية بين ظفرين. القول الثانية، الشاهد الثاني، يقول ابن رشد جميع الفكر أي جميع العلوم النظري الفكرية سيونس تيوريتيك تيوريك الفاعلة والصانعة والتي تستعمل القياس هي قياسية ما، هي قياسية ما لا قياسية بإطلاق. وهذه مهمة جدا، أي يقول أن جميع العلوم النظرية هي فعلا علوم قياسية، لكن يجب أن نفهم القياس هنا ليس بالمعنى المطلق كما نفهمه في البرهان، ولكن بمعنى مقيد ومخصوص. وسوف نفهم ما الفرق بين الاستعمال المنطق أو استعمال الصناعة القياسية بمعنى مخصوص واستعمال الصناعة القياسية بمعنى مطلق. فرضية العمل من جهة كونه أحد العلوم العملية يستخدم العلم المدني في البرهنة على محتواها المعرفي الصناعة القياسية وإن بمعنى مخصوص. تقريبا هذه فرضية العمل التي سوف أحاول الحجاج والبرهنة عليها. إشكالية العمل، وهنا سوف أكتفي بالقراءة الإشكاليات لأن الوقت لا يكفي لكي أحلل هذه الأسئلة التي تأتي في شكل مسائل غامضة. يمكن تقسيمها إلى مسألتين، وهي انعكاس لبنية العمل المقال الأصلي الذي أنجز. المسألة الغامضة الأولى فيها نجد فيها هذه الأسئلة: كيف استعمل العلم المدني الأقيسة المنطقية؟ ما هي أنحاء هذا الاستعمال؟ هل استخدمها من جهة كونها آلات وقوانين أي منطق خاص، أم من جهة كونها أصول يقع التذكير بها في العلم المدني أي منطق عام؟ ما الفرق بين الضرب الأول أي المنطق الخاص والضرب الثاني أي المنطق العام من الاستعمال؟ هل تؤخذ الأخلاق والسياسة باعتبارهما صناعة عملية جزئية الأقيسة المنطقية أخذا كليا مباشرا من صناعة المنطقي كما تحددت في الأورغانون، أم تأخذها أخذا غير مباشر مما تبين في علوم أخرى؟ هل يختلف معنى القياس المحمول في صناعتي السياسة والأخلاق عن ذلك المعنى المحمول بدوره في بقية الصناعات؟ ما الفرق الدلالي بين أقيسة مطلقة المعنى وأخرى مقيدة أو مخصوصة؟ هذا الشق الأول من الإشكالية. الشق الثاني من الأسئلة الإشكالية هنا سوف يتحول التساؤل إلى مسألة أخرى: ما هي طبيعة الأقيسة المنطقية المستنجد بها في العلم المدني؟ فرضا أن العلم المدني يستعمل الأقيسة المنطقية، ما طبيعة هذه الأقيسة المنطقية؟ هل هي جدلية، برهانية، خطبية، شعرية؟ هل هي أقاويل علمية برهانية مطلقة أم أقاويل بعضها علمي برهاني وبعضها الآخر دون ذلك رتبة في اليقين؟ أم هي في مقابل ذلك عبارة عن خليط من الأقاويل الجدلية والخطبية والشعرية؟ ما طبيعة المقدمات المستخدمة قصد البرهنة على مضامين صناعتي الأخلاق والسياسة؟ هل تستجيب لشروط المقدمات العلمية البرهانية المتعارف عليها في كتاب البرهان؟ وضع هناك الشروط. هل هي مقدمات برهانية مناسبة أم مقدمات منطقية غير مناسبة؟ ثم ما الفرق بين هذين الصنفين من المقدمات إلى آخره من الأسئلة؟ الإشكالية الأولى تتعلق بالإجابة على السؤال التالي: ما هي وجوه استعمال العلم المدني للأقيسة المنطقية؟ بينما الإشكالية الأسئلة الثانية التي طرحتها عليكم لا تتعلق بذلك السؤال بقدر ما تتعلق بما هي طبيعة المقدمات أو الأقيسة التي المستخدمة في 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 العلم المدني. وسوف ترون أني لن أتحدث في المضامين المعرفية المادية للعلم المدني، فقط سوف أتحدث في الصورة الشكلية الصورية لبناء العلم المدني تحديدا. إذن قلت أتجاوز التحليل الأسئلة لأنها طويلة نسبيا. طبعا الغاية من هذا العمل هو أن أبين لكم أو أن أبين لنفسي، في بعض الأحيان الإنسان أصبح يقرأ لنفسه ربما، أن أبين الأساس المعرفي أو الإبستيمولوجي لاستخدام المنطق في العلم
المدني هذا تحديدا. أصل بكم إلى الاستنتاجات، تقريبا خلصت إلى ثلاثة استنتاجات تقريبا. النتيجة الأولى، النتيجة الأولى التي أراها أن الاقتصار على كتاب الضروري في السياسة لا يمكنه أن يستوفي وحده التخوم، أي الحدود التي تربط الصناعة المنطقية بالصناعة المدنية، بل ينبغي الاعتماد في ذلك أيضا على ما ذكره ابن رشد في شروح أقاويله الميتافيزيقية المذكورة رأسا في تفسير ما بعد الطبيعة، وهذا ما شرحته. إذا لا سبيل إلى أن نفهم وجوه استعمال المنطق في العلم المدني إلا بالعودة إلى الميتافيزيقا، ولا يجب الاكتفاء ويجب عدم الاكتفاء إطلاقا بما ورد في الضروري في السياسة، لأنه لا يشير إلى هذه النقطة. النتيجة الثانية وهي تتعلق بالإجابة على الإشكالية، جملة الإشكاليات المطروحة أولا، النتيجة أن استعمال العلم المدني للأقيسة المنطقية وإن كان أمرا بينا عند ابن رشد هذا واضح، فإنه ينبغي أن يحمل الاستعمال في الوضعية الأولى على معنى آخر غير ذلك المعنى الذي يحمل عليه في الوضعية الثانية، بينما يطلق على وجه الاستعمال الأول اسم الاستعمال المخصوص أو المقيد، فإن وجه الاستعمال الثاني يطلق عليه اسم الاستعمال المطلق. معنى ذلك أن أنحاء استخدام المنطق في العلم المدني أقل، هذه النتيجة، أقل يقينا من أنحاء استخدامه في العلوم النظرية من جهة البراهين والأقيسة والحدود وحل الشكوك. فقط قبل أن أنسى، هذا لا يعني أن جميع الأقاويل أو الأقيسة الرشدية التي المستخدمة في العلم المدني هي أقيسة جدلية، وإن كان ابن رشد لأنه يلخص نص أفلاطون ويحذف عديد المقالات يحذفها ويقول نظرا لأنها تنتمي إلى الخطابة والشعر أكثر من انتمائها إلى البرهان، ونجب أن ننتبه إلى أن ابن رشد يقرأ أفلاطون بعيون أرسطية ليس بعيون أفلاطون، وإنما بخلفية أرسطية تحديدا نموذجها علم البرهان. إذن وهو حينما يحاكم الأقاويل الأفلاطونية فإنه يحاكمها وفق شروط القول العلم البرهاني كما ثبت عند أرسطو في كتاب التحليلات الثواني، أي كتاب البرهان. النتيجة الثالثة أن أغلب البراهين التي يستخدمها صاحب العلم المدني في البرهنة على مطالب صناعته لا يمكن أن ترتقي في نظر ابن رشد إلى صنف البراهين المطلقة، وهذه أعلى درجة البراهين، ولا توجد إلا في الرياضيات، علوم التعاليم في الهندسة وعلم العدد الأريتمتيق، لا توجد إطلاقا هذه لا في العلوم الطبيعية ولا في العلوم الميتافيزيقية ولا في العلوم العملية الإنشائية، فقد توجد في الرياضيات، ولذلك القدامى كانوا يميزون في الحقيقة بين العلم وما بعد الطبيعة، والعلم مجسد في الرياضيات، كانوا يفهمون جيدا أن هناك مسافة، العلم الرياضيات أشد قوة وأشد متانة في براهينها من بقية العلوم بما فيها الميتافيزيقا، وإن كانت هي الأساس المعرفي لكل العلوم. قلت لا يمكن أن ترتقي لا إلى صنف البراهين المطلقة ولا إلى صنف براهين الوجود ولا إلى صنف براهين الأسباب، هذه كلها أصناف براهين مذكورة في الشرح الكبير لكتاب البرهان، ولا أيضا إلى صنف براهين الدلائل التي نجد أغلبها مستخدمة في ما بعد الطبيعة، وهي البراهين التي تقوم على الانتقال من البرهنة على المتقدم بالمتأخر. إن أقصى ما تقدر عليه الصناعة المدنية هو إنتاج براهين جدلية خطبية ليس وفق ما ذكره أفلاطون في الجمهورية، وإنما وفق المعاني التي وضعها أرسطو في صناعتي الجدل والخطبة. فقط هناك طبعا حتى لا يكون كلامي مطلقا، إذا ما أردنا حسب ظني إذا ما أردنا أن نبحث عن ما هو برهاني في صناعة العلم المدني السياسة مثلا، يجب أن ندرس مثل وهذه مررت عليه ولم أذكرها، كيفية تمثيل ابن رشد للسياسة بالطب. ولكن رغم ذلك، رغم أن التمثيل وارد دائما
يجانس ابن رشد أو يماثل أو يخلق هناك نسبة بين الطب والسياسة المدينة، فإنه من المتعارف عليه أن الصناعة الطبية تنتمي إلى العلم الطبيعة، وعلم الطبيعة قلنا حسمنا في أمرنا أنه لا يستخدم البراهين المطلقة إطلاقاً. إذن حتى وهذا ما ذهبت إليه بعض الدراسات أنهم يركزون على تمثيل ابن رشد السياسة بالطب، طبعاً ابن رشد خلفية عند الطبيب يجب أن نعرف ذلك، إلا أن ذلك في الحقيقة حينما نعود إلى تحديد الأدلة أو الحجج أو البراهين التي يستخدمها العلم صناعة الطب التي تنتمي إلى العلم المدني هي براهين جدلية ولا يمكن أن ترتقي إلى البراهين المطلقة. مثل تمثيل السعادة هناك إشكالية بمعنى أبوريا، يعني إشكالية بمعنى أبوري اعترضت ابن رشد، وهي كيف نمثل السعادة؟ هل حسب ما تراه العامة أو حسب ما يراه الفلاسفة؟ طبعا ينطلق من العامة ليدحض هذا التعريف ويقول أنه تعريف يربط السعادة بالغايات، سعادة غايات، وهذا يقول أنه خاص بالعوام، ولكنه يجد تمثيلا آخر طبي، وهذا طبعا ذكرته بأكثر تفصيل في المقال. تقريبا هذا إجمالا، وإن تقريبا هناك أفكار أكيد لم أتعرض إليه، هذا إجمالا تقريب خلاصة العمل، وأرجو أن وفقت في التوقيت. لا ما زال عندك الوقت، يعني ما زال عندك الآن، ما زال عندك إذا أنت كملت. كمل بارك الله فيك، أنت جبت أكثر من غيرك بخمس دقائق، كمان أنا قلت لك ما زال لك عشر دقائق. أي شكرا، على بارك الله فيك، بارك الله فيك. تحتفظ بها في المناقشة أيضا. تحتفظ بها لك خمس دقائق بالفعل. إذا الآن ننتقل إلى الدكتور كمال مساعد في موضوع تبيئة النظرية السياسية والأخلاقية الأفلاطونية عفوا في الواقع العربي الإسلامي، تجربة ابن رشد الحفيد أنموذجا. والدكتور كمال مساعد حاصل على الدكتوراه في موضوع الاجتهاد المقاصدي في فكر ابن رشد الحفيد طبعا عام 2016 بكلية الأداب والعلوم الإنسانية مراكش، ويعمل حاليا أستاذا للتعليم الثانوي التأهيلي بمراكش. له عديد من المشاركات بمؤتمرات علمية، صدرت له مجموعة كتب من أحدثها جهود فقهاء المغرب في الدعوة إلى النظام في الجيش خلال القرن 19، والفقيه محمد ابن عبد القادر الكردودي أنموذجا 2016، ثم الأسس المنهجية لفهم الخطاب الشرعي عند ابن رشد الحفيد الذي كنت قد ذكرته، وليتفضل بتقديم محاضرته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه، ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله. أبدأ أولا بالشكر الجزيل للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على هذه الفرصة، والشكر موصول للأستاذ عبد العزيز لبيب على تفضله بسير هذه الجلسة، وكذلك الشكر موصول للأساتذة الفاضل يعني الحاضرون. يعني قبل أن أبدأ يعني سوف أذكر يعني بما جاء يعني على لساني يعني بعض الأساتذة الذين يعني سبقونا في الجلسات الأولى. فقد ذكر الأستاذ جورج الزيناتي بأن من حسنات هذا المؤتمر أنه يعني يعالج قضايا كان لها امتداد في الزمن، كما ذكر الأستاذ الريسوني أن من حسنات الجلسة الثانية أن يعني من حسنات تلك الجلسة الامتداد يعني في مجالات العلم، فتناولت الطب والفلسفة وكذلك يعني الفقه. وإذا لم يكن من حسنات هذه الجلسة إلا أن جمعت بين الحسنيين فكفى بذلك، لأن ابن رشد يعني كان رجلا لم له امتداد في الزمان كما كان له امتداد في مجالات العلم، فجمع بين الفقه والفلسفة والرياضيات والفلك
والفلك يعني وغيرها من العلوم. يعني هذه الورقة يعني تأتي للرد على بعض الدعاوى القائلة بأن علماء الإسلام كانوا فقط يعني نقلة حرفيين للتراث اليوناني يعني السياسي منه خاصة، كما تأتي لتبين بأن العلماء علماء الإسلام ويعني منهم الفلاسفة كابن رشد كان لهم دور في يعني البناء الحضاري العلمي وفي تراكم المعرفة. لقد كان ابن رشد أو لقد كان فلاسفة اليونان يرون في المدينة النموذج الأكمل والأمثل للمجتمع من أجل تحقيق الخير الإنساني، وبنوا تصوراتهم للسياسة والتدبير على مقتضى هذا النموذج، فارتبطت الأخلاق اليونانية بالمدينة والسياسة، وصار علم السياسة عندهم أشرف العلوم، إذ هو الذي يعين من بين العلوم أوجبها للمدن، ومن بين يعني هذه العلوم أيضا أوجبها لكل فئات المجتمع، كما أنه إليه ترد سائر العلوم كالاقتصاد وعلوم الحرب وغيرها. وقد كان ابن رشد الحفيد الفقيه الفيلسوف من جملة شراح النظرية الأخلاقية اليونانية، فكان أثر هذه النظرية واضحا على فكره، لا يبذل الباحث عن مظاهره كثير عناء، فقد تعدى الأمر يعني أمر ابن رشد من الشرح إلى المحاورة والنقد في أحيان كثيرة. فأني أنطلق يعني بعرض هذه الإشكالية، كيف تشكلت النظرية الأخلاقية الأفلاطونية في بنية فكر ابن رشد، وإلى أي حد استطاع قراءة واقعه بأعين أفلاطونية مكنته من الدعوة إلى ضرورة تبني مشروع إصلاحي يعيد للأخلاق مكانتها الطبيعية في السياسة والعلم وغيرها من مجالات الحياة. وقد تناولت عن هذه المداخلة في يعني محورين اثنين، الأول ابن رشد من شرح الموروث اليوناني إلى تبيئة النظرية الأفلاطونية، وفيه ثلاث نقاط: الأولى موقف ابن رشد من النظرية الأفلاطونية السياسية، النقطة الثانية الخصوصية العربية بدلا عن الخصوصية اليونانية، النقطة الثالثة من التشاؤم الأفلاطوني إلى واقعية ابن رشد. أما المحور الثاني وهو بعنوان نحو بناء نظرية سياسية عربية إسلامية، وفيه كذلك ثلاث نقاط: الأولى التأسيس الإبستيمولوجي لعلم السياسة، النقطة الثانية أنظمة الحكم في المجهر الرشدي وضرورة الإصلاح، المحور أو النقطة الثالثة يعني مشروع ابن رشد مدينة الأخلاق والفضيلة. المحور الأول ابن رشد من شرح الموروث اليوناني إلى تبيئة النظرية الأفلاطونية. أولا موقف ابن رشد من النظرية السياسية اليونانية. لقد اهتم ابن رشد بتأليف مجموعة من الكتب في الحكمة العملية وهي يعني السياسة، فألف كتاب تلخيص الخطابة، وكتاب تلخيص يعني الأخلاق لأرسطو، وكتاب الضروري في السياسة وهو يعني اختصار أو قراءة لكتاب الجمهورية لأفلاطون. ويمكن اعتبار كتاب ابن رشد الذي لخص فيه الجمهورية من أحسن الكتب في السياسة في الإسلام، فهو أعمق هذه الكتب وألصق يعني وأكثرها التصاقا بالواقع العربي، يعني باستثناء مقدمة ابن خلدون التي تتعدى السياسة إلى العمران البشري. لما تميز به هذا المختصر من عناصر الجدة كخطاب يتوخى البرهان، وكخطاب نقدي سياسي يروم بناء الممارسة السياسية على المعرفة العلمية. وإذا لم يكن هناك غرابة في شرح ابن رشد لهذا الكتاب ألا وهو الجمهورية، وهو الشارح الأرسطي يعني الكبير، ولكن ما يستوقفنا هو تعامل ابن رشد مع هذا الكتاب. فقد عرض ابن رشد في ثلاث مقالات ما عرضه أفلاطون في محاورته ابتداء من بداية الثلث الثاني من الكتاب الأول إلى نهاية الكتاب التاسع، مع إلغاء الكتاب العاشر وكثير من أجزاء يعني الكتب الأخرى، لأنه قسم هذا الكتاب إلى 10 كتب، نظرا لأنه شرط على نفسه منذ البداية أنه سوف يستخلص الأقاويل العلمية كما جاء يعني على لسان فضيلة الدكتور الذي سبقني. وما يلفت النظر هنا أن ابن رشد لم يسجن نفسه في الأفق الذي وضعه أفلاطون، بل يعني كان يعني يقرأ هذا الكتاب ويتصرف كشريك في إنتاج هذا النص. وإذا نحن جمعنا ما كتبه من خارج الأفق الأفلاطوني فسنجده يناهز ثلث الكتاب، وهذا يعني أن ابن رشد لا يكتفي بشرح الفلاسفة اليونان، بل يتخذ من حين لآخر
مبادرات تميز عنهم، وهذا يجعلنا نستنتج بأن ابن رشد لم يقلد لا أفلاطون ولا أرسطو في السياسة، بل وظف أقوالهما ليصوغ من ذلك موقفا شخصيا، يعني في محاولة لبناء نظرية في السياسة متميزة. النقطة الثانية، الخصوصية العربية بدلا عن الخصوصية اليونانية. إن تناول ابن رشد الفكر السياسي الأفلاطوني لم ينحصر في مجال النظرية، بل نقله إلى مجال التطبيق والاستفادة من تجارب من الحضارة العربية الإسلامية وخاصة من زمانه. والحق يعني، وهذا كلام يعني للأستاذ الجابري، والحق أن اختصار ابن رشد لكتاب أفلاطون هو في جوهره تعويض للخصوصية اليونانية بالخصوصية العربية، وأن من فصل عنه ابن رشد عن أفلاطون عوضه بآراء وتحليلات تخص التجربة الحضارية العربية بصورة عامة، والواقع الأندلسي في عصره بصفة خاصة، لينخرط هذا الكتاب بقوة وبصورة مباشرة في تجليات العقل السياسي العربي. ويبرز اهتمام ابن رشد بالواقع العربي والأندلسي منه، خاصة عندما تناول يعني في يعني الكتاب الثاني لعله يعني أنظمة الحكم وشرح يعني خصائص كل نظام وصفات وطباع يعني الرؤساء في هذه الأنظمة. وهنا يشير إلى نماذج من الحضارة العربية ومن الأندلس بلده خاصة، وأذكر هنا أنه يذكر كيف انتقل الحكم من الخلافة يعني زمان يعني إلى الملك زمن معاوية، وكيف أيضا يعني شهد عصر ابن رشد بعض أنظمة يعني للحكم يعني الجائر أو الظالم زمن المرابطين وكذلك زمن الموحدين، وسوف أتجاوز عن ذكر شواهد لهذا من كلام ابن رشد. النقطة الثالثة، من التشاؤم الأفلاطوني إلى واقعية ابن رشد. لقد أدرك ابن رشد أن جمهورية أفلاطون كتاب وضعه فيلسوف واسع التصور في قالب شعري وجدلي، لذلك فقد استصوب تطبيق مبادئ الجمهورية على الأنظمة الاجتماعية، وهذا ما جعله يبتعد على أن يكون مجرد ناقي أو مترجم لفكر سياسي وافد، بل عمل على إخراجه من الطوباوية ومن المثالية التي ميزته، ليكون منظرا سياسيا أصيلا ومتأصلا في ثقافته وتاريخه، ومتسما بالواقعية التي ترسم بدقة الحدود الفاصلة بين الممكن والمستحيل. هكذا، وفي المقدمة الثالثة التي خصصها لبيان خصال وطباع الفيلسوف رئيس المدينة الفاضلة وللحديث عن وجوه تنشئته وتكوينه وتعليمه، سينفصل ابن رشد عن أفلاطون في النتيجة التي يستخلص يعني يصل إليها، وهي يعني استحالة أن يكون من الناس من يستجمع هذه الخصال وهذه الشروط. يرفض ابن رشد هذا الشك، ويرى أن قيام المدينة أمر ممكن، ليس إمكانا مطلقا فقط، بل إمكانا محددا يعني ومعينا بزمان ومكان، هما زمان ابن رشد ومكانه أو سائر الأزمنة. ونقول بلغة ابن رشد، يمكن أن نربي أناسا بهذه الصفات الطبيعية التي وصفناهم بها، وتكون مع ذلك شريعتهم أي الإسلام الخاصة بهم غير مخالفة للشرائع الإنسانية، وتكون الفلسفة قد بلغت على عهدهم يعني عهد ابن رشد كما نعلم غايتها، وذلك كما هو عليه الحال في زماننا هذا وملتنا هذه. فإذا ما اتفق لمثل هؤلاء أن يكونوا أهل حكومة أي أهل حكم، وذلك في زمان لا ينقطع، صار ممكنا أن توجد هذه المدينة. بعد هذا الجزم، سيكون على ابن رشد إذن القيام بعملية إصلاح على المستوى الفكري السياسي، إصلاحا يبرز من خلاله أن المدينة الفاضلة ممكنة على هذه الأرض، وأن الطريق المسدود الذي وصل إليه أفلاطون ليس وحده الطريق الممكن، لأن الشؤون الإنسانية هي مجال الإرادة لا تحكمها الحتمية، وسيكون عليه كخطوة أولى لارتفاع بالفكر السياسي إلى مستوى العلم، وتحويل نص أفلاطون من محاورة تعتمد الجدل إلى نص يعتمد التحليل والتركيب والتخلي عما لا يدخل في حقل العلم كالحكايات والأساطير وما شابه، والخروج به من الأفق الذي أغلقه اليأس أفلاطوني إلى رحابة الممكن والواقع. المحور الثالث، من التشاؤم الأفلاطوني إلى واقعية ابن رشد. أمر إلى المحور الثاني،
بعنوان نحو بناء نظرية سياسية عربية. النقطة الأولى التأسيس الإبيستيمولوجي لعلم السياسة. لقد عمل ابن رشد في كتابه الضروري في السياسة على التأسيس لعلم السياسة تأسيسا علميا واقعيا قائما على منطق برهاني بعيدا عن كل جدل عار عن العلمية، وهو ما يصرح به منذ بداية الكتاب. وينطلق ابن رشد في عملية التأسيس معتمدا على تصنيف أرسطو للعلوم، العلم يعني الذي مقصوده العلم هو كما جاء على لسان الأستاذ الرياضيات والحساب ويعني الطبيعيات، والعلم العملي الذي غايته العمل وهو يعني العلم المدني، ليخلص إلى أن علم السياسة وعلم الأخلاق عليهما يتأسس العلم المدني وهما يرتبطان فيما بينهما. بل نذهب معه إلى حد بعيد إلى القول بأن السياسة علم قائم على الأخلاق. فإذا كان المقصود بالسياسة تدبير المدينة فواضح أن المقصود ليس المدينة وأراضيها وبنيانها، بل المقصود أهلها، وليس باعتبارهم أجساد ولكن باعتبارهم نفوس تسعى إلى تحقيق الكمال الإنساني في تلك الحياة المشتركة. وهكذا إذا كان علم الأخلاق هو علم تدبير النفس وسلوك الفرد، فإن السياسة هي تدبير نفوس الجماعة وبالتالي تدبير سلوكهم. إذن فالنموذج العلمي الذي سيقرأ به ابن رشد وعلى ضوء علم السياسة هو علم النفس، لذلك سيقسم فئات المجتمع والفضائل الحاكمة لها بناء على أجزاء علم النفس، والحديث في هذا يطول. أما فيما يتعلق بغاية علم السياسة ومقصده الأسمى، فإن ابن رشد يؤكد أن غاية هذا العلم هو تمكين أهل المدينة من بلوغ كمالاتهم الإنسانية، لأن الفرد لا يستطيع بمفرده تحقيق هذه الكمالات لأنه أمر عسير بل هو مستحيل. فالكمال الأسمى للإنسان عنده إنما يحصل في الدولة وبإمكانياتها وبمؤسساتها، لأن الدولة بشرائعها وقيمها الأخلاقية وأعرافها الثقافية هي التي تسمح للفرد بتحقيق كماله وممارسة مهامه. وعموما فقد حرص ابن رشد على بناء الممارسة السياسية على المعرفة العلمية، وضمن مقدمته لكتابه الضروري كل القواعد النظرية والمنهجية التي تؤسس عملية النقل العلمي أو ما أسماه بتجريد الأقاويل العلمية من محاورة الجمهورية لأفلاطون، وبناء على هذا أهمل كل ما لا يقبل هذا التأسيس النظري العلمي. النقطة الثانية أنظمة الحكم في المجهر الرشدي وضرورة الإصلاح. بعد عمل التأسيس النظري يعني العلمي للسياسة كعلم له مكانته ومقاصده وأسسه، ينتقل إلى مستوى التطبيق، وينتقل مع أفلاطون إلى يعني وصف تلك يعني الأنظمة يعني وكذلك رؤسائها وطباعهم. ويتعدى الأمر هنا مجرد العرض إلى فحص ونقد طبائع الحكم وأنظمته التي سادت قبل في المجتمعات الإسلامية والسائدة في عصره، لا سيما في بلاد الأندلس والمغرب. الشيء الذي يبرز بوضوح أن ما حل بالأندلس من اضمحلال وزوال وما لحق بالأمة من نكبات ليس بالأمر الغريب، ولا هو من باب الصدفة، بل هو نتيجة طبيعية لسيادة أنظمة الحكم الضالة والتي تقوم على التسلط والطغيان والنفوذ والاستئثار بالثروات والإسراف في الإنفاق على الملذات، والاعتماد على الحظ بدل الأحقية، وعلى الانتماء العائلي في الوصول إلى مراكز القرار خدمة للمصالح الشخصية الضيقة، والاستخفاف كذلك بالشأن العام والتفرج بالقرار والتغلب والإفقار وشيوع العنف والاضطهاد وتفشي الاستبداد والاستعباد. إن غاية معرفة هذه السياسات وخصائصها حسب ابن رشد هو أن نبحث عن أنجع السبل لإقامة دولة الأخلاق والفضيلة، ولن يتحقق ذلك إلا بنشر الفضيلة والتربية عليها والتخلق بالأخلاق الحسنة والتمسك بها. يقول ابن رشد في هذا الصدد: إذا كانت أصناف السياسة معلومة عندنا فهو بين أننا نستطيع أن نعرف الأخلاق والسنن التي تؤدي إلى غاية كل واحدة من هذه السياسات، أعني النافعة فيها، وأن نعتمد في أنفسنا التخلق بتلك الأخلاق حتى تكون هذه الأشياء المذكورة هاهنا معلومة لنا وموجودة فينا. النقطة الأخيرة المدينة الفاضلة أو مشروع ابن رشد. لقد جعل قاضي قرطبة الفلسفة الخلقية أساسا تقوم عليه الفلسفة السياسية الأخلاقية، لذلك بيّن وجهة نظره
في الأصول الأخلاقية التي تبنى عليها الفلسفة السياسية، فسياسة المدن وتدبيرها قبل أن تستلزم أمور مادية فهي محتاجة إلى الأخلاق وإلى الفضيلة وإلى أهلهما، كما أن القيم الخلقية ونظرتها للإنسان ولغاية وجوده ولمكانته في الوجود هو ما ينبغي أن تخدمه السياسة. فليست الأخلاق في خدمة السياسة فحسب، بل السياسة في خدمة الأخلاق أيضا وفي خدمة وجود الإنسان. وإذا كان التمسك بالقيم والأخلاق هو تأكيد لإنسانية الإنسان التي جاءت الأديان والتشريعات لتعزيزها، فإن التحلل من الأخلاق هو سبب في غلبة القوة على الحق وإلى طغيان المادية على الإنسانية وجلب الشقاء لها بدل السعادة. ومن وجهة نظر ابن رشد وانطلاق من موقعه كفقيه يرى أن الأخلاق هي المقصد الأعم للشريعة الإسلامية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأخيرا، لا ينسى ابن رشد من موقعه كرجل للعلم والتربية والدعوة إلى ضرورة التربية على الأخلاق والتنشئة عليها وإقامة نظام تعليمي كفيل بهذه المهمة، لأن هذه الفضائل لا يكفي لإخراجها إلى الفعل في المدن وعند الأمم الصفاء فقط، بل لا بد من قوة العقل. هكذا إذن يجعل عالم قرطبة صلاح الشأن السياسي رهينا بسلوك سبيل العلم، وهذا لا يتحقق إلا ببناء العقول، فإقامة نظام حكم فاض وعادل لن يتأتى إلا بوجود نظام تربوي وتعليمي قادر على إنتاج وإعادة إنتاج نفس القيم التي يتغدى عليها ويتقوى بها النظام السياسي ذاته من هذا القبيل، على اعتبار أن ذلك شرط لازم لوجوده. إن زالت هناك بعد دقائق أتناول خلاصات حول واحدة. نعم، إن من أهم خلاصات هذه الدراسة أن أبا الوليد لم يقلد لا أفلاطون ولا أرسطو في مجال السياسة، بل وظف أقوامه أقوالهما ليصوغ موقفا شخصيا، كما أن تناوله للفكر السياسي الأفلاطوني نقله ابن رشد من النظرية إلى التطبيق، وأعطى من لذلك نماذج من الحضارة العربية الإسلامية. كما أن ابن رشد انفصل عن التشاؤم الأفلاطوني ورأى بأن إصلاح المجتمع وإعادة الأخلاق للأخلاق ما كان أمر ممكن، ليس بالطريقة التي خطى أفلاطون، ولكن بالشكل الذي ينسجم مع هويتنا وثقافتنا وحضارتنا. وأخيرا أقول إن فلاسفة الإسلام إذا كانوا يقرؤون التراث اليوناني إنما كانوا يقرؤونه بهواجسهم وخلفياتهم وإشكالاتهم التي ربما تمتد إلى يومنا هذا. أقول قولي، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك فعلا لهذه القراءة المثيرة، لأنه الآن سي كمال وحضرة إلى أي مدى ما زالت الأخلاق أسا للسياسة لا أدري، ولكن في كل الأحوال هو مثير أن نتحدث عن ابن رشد، لأني إلى حد الآن نتساءل بالفعل لماذا قرأ السياسة لأفلاطون، والحال أن العرب أخذوا المنطق بالأساس، أخذوا ما يسمى الآن علم وتقنية، وتركوا للآخرين أخلاقهم وحضارتهم وكذا. فإذا بابن رشد فعلا ينبع من حيث لم يكن منتظرا أن المسألة الأخلاقية والسياسية، ولكن هذا مثير وربما سيكون موضوعا للنقاش. ننتقل الآن إلى الدكتور مولاي الأستاذ مولاي الدكتور إن شاء الله عن قريب مولاي عبد الكريم، الذي سيحدثنا عن أخلاق التعقل في الفلسفة الفارابي وراهينيته في الفكر الفلسفي العربي المعاصر، وهو أستاذ متعاون بقسم الفلسفة وعلم الاجتماع بجامعة نواقشوط، حاصل على شهادة الدراسات المعمقة القديمة الديوا الشهيرة بفهمتني الماجستير الآن في جامعة تونس سنة 2004، وهو بصدد الإعداد للمناقشة لمناقشة أطروحة الدكتورة في الفلسفة بجامعة محمد الخامس بالمغرب، بالتالي هو بالفعل مغاربي. له دراسات
دراسات في الفلسفة منشورة في مجلات عربية محكمة، وشارك في العديد من الدورات التعليمية والتدريبية والأيام الدراسية في مجالات مختلفة، وكامل مع تمنياتنا لك يعني بمستقبل زاهر في البحث العلمي. تفضل إذن بتقديم. شكرا أستاذي عبد العزيز اللبيب. في البداية أود أن أشكر المركز العربي للأبحاث على هذه الفرصة وهذه الاستضافة، وأشكركم أخوتي الحضور. عنوان المداخلة هو أخلاق التعقل في فلسفة الفارابي وراهنية باب الفكر العربي المعاصر. طبعا مسك آلية العقل في فلسفة الفارابي يمكن أن تعتبر بشكل من الإطلاقية أنها الموضوع الأساس في فلسفة الفارابي موضوعا ومنهجا، على اعتبار أنه فلسفة عقلية. لكن أهم ما يطرحه الفارابي من جانب آخر هو هذا البعد الأخلاقي للعقل من خلال مفهوم أو من خلال مفردة التعقل، حيث أنه خرج من ممارسة الفلسفة من بنية الأنطولوجيا حول العقل إلى إدخال العقل في صلب الإشكالية الأخلاقية، وهو بذلك يحاذي فلسفة أرسطو في الأخلاق النغماخية. إذن المفهوم التعقل بشكل عام هو في دلالة العامة هو نظرية للعقل عندما يكون فعلا ممارسة، فالتعقل وإمكانية عملية تتبدى في الفعل الإنساني الفردي والجماعي، وذلك انطلاقا من تحديد غايات وأهداف ذلك العمل وضبط سبله ووسائله. هذا بشكل عام هو يمكن أن نعرف به إشكال التعقل. الهدف الذي أردت أن أبحث فيه في هذا الموضوع إشكال الدراسة أنه أسعى إلى تحديد مفهوم التعقل في فلسفة الفارابي وتجلياته، انطلاقا من إبراز خصوصيته في بناء هذا المفهوم الأرسطي بشكل يظهر مسعاه الإنسي المنقطع عن تناوله في التمشي الأخلاقي عند من يسميهم الجمهور، جمهور طبعا في الثقافة الإسلامية، في الثقافة الدينية الإسلامية بشكل مختلف، وبشكل مختلف أيضا عن خلفيته اليونانية الأولى. ستعمل هذه الدراسة على أبعاد إبراز الأبعاد مميزة الفلسفة الأخلاقية الفارابية ومنزلة الفلسفة الإسلامية، وما أحدثه من تأثير على الفلسفة اللاحقة عليه خصوصا في العصر في الفترة المعاصرة. المنطلقات التي حاولت أن أتناولها يمكن امتحانها في عدة فرضيات. أولا أن التعقل عند الفارابي هو ممارسة عملية فعلية وليس فقط ممارسة نظرية أو تأملية معرفية. أن التعقل عند الفارابي هو ممارسة أخلاقية إيثيقية تشكل ملتقا لكل مستويات الفعل الفاضل فرديا وجماعيا، بما يجعل الأخلاق والسياسة تجليا لكيفيات ومستويات هذا الفعل الفاضل. أن التعقل عند الفارابي هو أخلاق وإيثيقة إنسانية تتأسس على مفاعيل عقلية أكثر من كونها أخلاق دينية تتأسس على مقتضيات الشريعة من خلال معياري الحلال والحرام. أن التعقل عند الفارابي هو مدار فلسفة لا تفصل بين النظر والعمل وبين المعرفة والعمل وبين العلم والمزاولة، وتنطلق من تحقق متكامل. أن مفهوم التعقل عند الفارابي هو الخلاصة الحية الباقي من فلسفة متجاوزة في كثير من تقريراتها المعرفية، مما أهله أن يكون مفهوما مستلهما في بعض المشاريع الفلسفة الأخلاقية العربية الراهنة. وقد تناولت الموضوع من خلال محاور عدة، هو مفهوم التعقل من الدلالة إلى مفهوم، والتعقل بما هو محور ثاني، التعقل بما هو تضايف بين الأخلاق والعقل، ومحور ثالث فعل التعقل، وفعل التعقل من حيث مضادات التعقل أي هو لا تعقل، ثم تأثير منزلة هذا المفهوم في الفكر العربي المعاصر. فيما يتعلق بالمحور الأول مفهوم التعقل من الدلالة إلى المفهوم، نحن نعرف أن الفارابي فلسفة الفارابي تقوم على مستوى من التأثير المصطلحات الفلسفية ونقلها إلى ما سماه هو نقلها الى نقل الفلسفه الى لسان كل لسان كل امه بالفاظها المعتاده. اذا هذه نقل الفلسفه او المصطلحات الفلسفيه الى الالفاظ المعتاده في لسان امه معينه، وما حاول به ان ينقل هذا المفهوم من 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 بعده اليوناني مفهوم الفرونسيس عند ارسطو الى مفهوم التعقل، وحاول ان يبين ذلك من خلال تمييزه بين جمله من المصطلحات التي تقترب اليه مثل مفهوم العلم ومفهوم الحكمه وغير ذلك. لكنه أيضا حاول أن يبين أن هذا المفهوم، أن مفهوم العقل يستخدم في الثقافة العربية الإسلامية عند من يسميهم الجمهور بطريقة تختلف عن ما يقصده أرسطو. فإذا كان مثلا الجمهور، والجمهور ألاحظ فقط أن الفارابي لم يميزها ليعني بالجمهور هنا عامة الناس أم المصطلح الفقهي الجمهور أم يعنيهما الاثنان معا،
المهم أنه يستخدم هذه العبارة عبارة الجمهور على اعتبار أن الجمهور يستخدم المفهوم العاقل لكنه للتدليل على ما يعني به أرسطو التعقل، وهم واهمون بالنسبة لنظره، لأن هناك فرقا ما بين مفهوم التعقل ومفهوم العقل بالمعنى الكلي، أي أنه في تحديده الإصطلاحي يحاول أن يميز بين هذا التداخل الذي لا ينتبه إليه الجمهور، ثم يحاول أن يبينه انطلاقا من تحديده عن المصطلحات الأخرى مثل مصطلح العلم ومصطلح الحكمة، لأن العلم هو العلم الضروريات، بينما التعقل يكون في ما هو مجال الممكنات ومجال الحرية، بينما العلم هو مجال الضرورة، وكذلك الحكمة التي يرجع إلى موضوع الموجود الأول وموجود الأول الفاضل اللي هو الإلهيات وغير ذلك. اللي يقصد بالتعقل بمعنى عام جودة الروية وإتقان الرأي وحصافته، ويمثل خاصة العقل العملي الذي تتم صحة الرأي في الأمور العملية. وبتفحص معاني دلالة العقل ودلالتها في المتن الفارابي يتضح أنها تعني في الغالب دلالة يقصد بها الخاصية العملية الأخلاقية للعقل، ونادرا ما تعني الخاصية النظرية له والتي يركز عليها بعض الدارسين. إذن مفهوم التعقل أيضا في المعالجة الفارابية نفسه هو مفهوم سماه فتح المسكين أنه مفهوم مقلق، لأنه أحيانا يقصد به خصوصا في كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة والبعد النظري والبعد المعرفي في تناوله، لكنه في غالب كتبه يتناوله من جانب الأخلاقي، خصوصا في الرسالة في العقل والفصول المنتزعة وغير ذلك. إذن هذا تناوله في مدينة الفاضلة جعل البعض الكثير من الباحثين أن يبعدوا أن يصرفوا النظر عن الجانب الأخلاقي الذي يقصده هو بالمفهوم أساسا، خصوصا في كتبه المتأخرة. المحور الثاني تناولت فيه إشكال التعقل بما هو تضايف بين العقل والأخلاق. أن المعروف أن العقل في المبتدأ أنه ينظر إليه من خلال الدراسة النظرية، بينما الدراسة الجانب الأخلاقي فيه فهو تأتي ثانوي بشكل عرضي وثانوي، وهذا الإشكال خصوصا في الثقافة الإسلامية طرح نقاش نجد صداه عند الجابري وطه عبد الرحمن حول أيهما يؤسس الآخر، هو العقل أم الأخلاق. بالنسبة للجابري يعتبر أن الأخلاق تتأسس على العقل في الثقافة العربية الإسلامية، بينما يذهب طه عبد الرحمن إلى اعتبار أن الأخلاقية هي التي تقود العقلانية في الفكر العربي في الثقافة الإسلامية. إذن من هذا المنظور، إذن بغض النظر عن أسبقية العقل والأخلاق أو في تأسيسهما، يذهب الفارابي إلى تأسيس العقل على الأخلاق، وهذا تأسيس العقل على تأسيس الأخلاق في العقل يشترك فيه مع الجمهور ومع العلماء، خصوصا كتاب مكارم الأخلاق ومكارم الشريعة، على اعتبار أن العقل هو العاقل عندهم، هو الفضيل، هو الإنسان الفاضل وغير ذلك. لكن الاختلاف ما بين الفارابي وهؤلاء الجمهور هو أن الفارابي ينطلق من فلسفة إنسية تستند على العقل ولا تستند إلى الدين وحده، لأنه يقول أن ما هو فيما هو معروف في ملة وما هو مشهور، بالتالي يختلف عن هؤلاء في الثقافه الرأي السائد في الثقافه العربيه عن العاقل، انطلاقا من هذا التمييز ما بين الاخلاق الانسيه المبنيه على معطيات العقل وليس على معطيات الشريعه التي تحتكم الى الحلال والحرام. وهو من هذا المنظور يدخل حتى الغزالي والاصفهاني وغيرهما من الفلاسفه المسلمين في دائره العموم، في دائرة العامة، على اعتبار أن الغزالي مثلا يعتبر أن التعقل هو وتأدبه هو الابتعاد عن الشهوات وغير ذلك ويحتكم إلى الدين، ومثله مثل الأصفاني الذي يعتبر أن التعقل أو ما يسميه العقل المشرق هو ما ينقاد بالعبادة. المحور الثالث هو فعل التعقل. فعل التعقل هو مجموعة من الصفات التي رسمها الفارابي لكيف يكون الفعل فعلا متعقلا فعلا فاضلا، وهو من أجل أن يرسم هذا الفعل لا بد بالنسبة له أن يكون الفعل المتعقل هو الفعل المكتمل من حيث الروية فيه ومن حيث غاياته الفاضلة، وبحيث يكون في المحصلة مطلبه هو تحقيق السعادة. إذن هذا بشكل عام هو الفعل المتعقل. هذا الفعل المتعقل قد يتشابه مع أفعال عقلية أخرى لكنها لا تبلغ مرحلة التعقل. من هذه الأفعال ما سماها حسن ظن الصواب والرأي وجودة الرأي والكياسة، على اعتبار أن الكياسة قد تستخدم في الأمور التي يرجى منها بلوغ اليسار والجلال وغير ذلك، أي بمعنى أن الفعل المتعقل هو الفعل الذي يحقق الوسائل الفاضلة من أجل الغايات الفاضلة، بينما الكياسة
وظن الصواب قد لا تكون كذلك. من 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 أجل أيضا رسم معالم هذا الفعل التعقلي، وضع أيضا اصطلاحات أخرى حول، أو وضع ميزة أخرى ميزة من جانب آخر لتصرفات أخرى أردت أطلقت عليها أنا مضادات التعقل أو اللا تعقل. هي مثلا مثل، ويمكن أن نصنفها من خلال محورين: أن ننظر إلى هذه الأفعال من حيث جانبها الفكري ومن حيث جانبها النظري، على اعتبار أنها تنقصها الخبرة العملية لتكون فعلا 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 رويا، مثل يدخل في هذا الغمر والجنون وغير ذلك من الأفعال والتصرفات التي لا تصل إلى جودة الروية. ومن المضادات الأخرى أيضا يمكن أن نقسم، القسم الثاني من المضادات هو التي لا يكون الهدف منها بلوغ العمل الخيري والعمل الفاضلي. ومن هذه المضادات الصفات الدهاء والخبث وغير ذلك، على اعتبار أنها صفات تؤدي إلى فعل شائن أو خسيس بعبارة الفارابي، قد لا تصل إلى الفضيلة التي هي مرجوة من الفعل الفاضلي، من أجل أن يكون فعلا تعقليا. والتعقل بالنسبة للفراب يأخذ أشكال متعددة، منها ما هو في الفرد، ومنها ما هو في العائلة، ومنها ما في الدولة والمجتمع والمدينة وغير ذلك. وحتى بالنسبة للفرد منها ما هو مشوري ومنها ما هو خصومي. المشوري هو الذي يشير به إلى غيره، والخصومي هو الذي يدافع به عن نفسه. أما بالنسبة للمحور الخامس مر إليه، فهو منزلة المفهوم التعقل في الفكر العربي المعاصر. نعرف أن هناك مشاريع عربية كثيرة بدأت تبحث في مسألة إشكالية العقل في التراث العربي الإسلامي، منزلة العقل التراثي العربي. وهناك من المشاريع من درسه دراسة إبستمولوجية مثل أركون والجابري وغيره، وهناك من حاول أن يستثمر مفهوم العقل في التراث العربي الإسلامي ويستلهمه في إطار وضع مشاريع فكرية معاصرة تستجيب لبعض من الغايات وبعض منها الأهداف المشاريع الفكرية المعاصرة. من بين هؤلاء نجد مثلا عندنا إن شاء الله عندنا فتح التريكي، هو حاول أن يؤسس مفهوم التعقلي انطلاقا من الفارابي، وليؤسس عليه ما سماه مفهوم التآنس، أي أن التعقل بالنسبة للتريكي يجب أن تتخطى البعدها عند 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 الفارابي لتصبح مجتمعا تآنسيا معاصرا تنتفي فيه العنف وغير ذلك من الإشكالات. بالنسبة للطه عبد الرحمن يأخذ مفهوم التعقل عند الفارابي ويؤسس عليه قاعدته الشهيرة أن التعقل في الأخلاق العربية في أخلاق الثقافة الإسلامية هو إلى الأخلاق، هذا يأخذ من الفارابي، لكنه في استثماره في مشروعه الفكري يرجع بشكل أكثر دقة بالنسبة لي إلى مفهوم العقل المشرق عند الأصفهاني، ويؤسس عليه من خلاله وينحت على منواله مفاهيم العقل المسدد والعقل المؤيد وغير ذلك. إذن بالنسبة للفارابي، بالنسبة لطه عبد الرحمن، يمكن أن نعقد مقارنة بين طه عبد الرحمن وفتحتريكي. نرى أن فتحتريكي يرجع إلى الفلسفة من خلال فلسفة الفارابي ليؤسس مفهوم التعقلية بما هي تآنس وغير ذلك، ويستفيد من الفلسفة الغربية خصوصا من عند هابر ماس في عقلية التواصل، بينما عند طه عبد الرحمن فهو يرجع فقط إلى التراث الإسلامي وإلى النصوص الدينية بشكل عام، ويبتعد وينتقد الثقافة الغربية الإسلامية خصوصا في هذا الموضوع، لأن العقل بالنسبة لها يبقى على مستوى العقل المجرد ولا يبلغ العقل المسدد، أحرى أن يبلغ العقل المؤيد. إذن في نظرتيهما يقترب طه عبد الرحمن من محاولة عبد الله دراز في إطار تأسيس أخلاق إسلامية ترجع إلى النصوص، بينما فتح التريكي حاول أن يؤسس أخلاق إنسية ترجع إلى الفلسفة وغير ذلك. بالنسبة للعجالة، إذا هناك دقيقة أود فقط أن أقول أن الخاتمة أن تسعى الفارابي إلى تأسيس فلسفة أخلاقية تضاهي الأخلاق النوغماخية الأرسطية، فوضع نظرية متكاملة في مجال أخلاق التعقل وعلى ذلك النحو، حيث عالجت كافة نواحي المسألة في اصطلاحاتها ومضامينها إيجابا وسلبا. أن شكل مفهوم التعقل من حيث هو أخلاقي مقاربة إنسية عقلية الأخلاق مختلفة في بنائها عن طريقة بناء الأخلاق الدينية الأكثر شيوعا في الثقافة العربية الإسلامية. وبهذه المقاربة الفلسفية جدد الفارابي، أعطى الفارابي فرصة لنفسه أن تتجدد فلسفته عبر الأجيال. وشكرا. إذا لن أطيل، يثير كثير من النقاش، فعلا كثير من النقاش، يعني هل خرج في نهاية الأمر الفارابي من هذا الكون اللي هو معقول في ذلك العصر و
ربما إلى حد الآن من الكون اللاهوتي الديني. يعني لماذا نريدنا للفارابي أن يفكر بطريقة؟ يعني أثرت كثير صحيح، وهل يمكن أن نشتق الإنسانية الإنسية من العقل؟ ربما من التعقل، والتعقل موجود، يعني الإنسية والتعقل، يعني الدين هو نفسه تعقل بالنسبة للعقل المجرد. يعني على كل أنا أعتقد أن أثيرت كثير من المسائل ذات الأهمية، وتفضلوا في حدود ما أوصاني به منظمو المؤتمر، لأننا متأخرون بعض الشيء. فالرجاء الالتزام بالتعليق الدقيق والسريع والسؤال والجدل أفضل من تفضل خويا سي حمد الذيب. سامحني سي حمد. أود أن أعلق على مداخلة الأستاذ كمال مساعد. الأستاذ كمال اهتم أساساً بالجانب السياسي من كتابات ابن رشد. أنا أدعوك في المستقبل إلى أن تنظر في النظرية الأخلاقية لابن رشد من خلال كتابي بداية المجتهد وتلخيص المستصفى أو الضروري في وصول الفقه، وخاصة أدعوك إلى أن ترى هل أثر التأثر ابن رشد بفلسفة أفلاطون في كتابته الفقهية والأصولية، أو أنه انطلق من هذه الخلفية الأخلاقية في كتابته الفقهية والأصولية لكي إذن يؤثر في الجانب الفلسفي الذي أنتجه. هنا أذكر على سبيل المثال قولة وردت في بحثي، قالها في بداية المجتهد، قال: إن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح. يعني هذا قد يكون يعني بادرة إلى نوع من الفصل أو من العلمنة المبكرة بين مجالي الديني ومجال الشرعي ومجال العقل. الأحكام المعقولة المعاني في الشرع، الأحكام الشرعية التي يمكن أن نفهم معانيها أو نعقل معانيها، هي كلها تدخل ضمن باب محاسن الأخلاق أو باب المصالح. فهو قد أقسى مجال الأحكام الشرعية، مجال النصوص، واهتم بمجال العقل. شكرا. السلام عليكم. دكتور سلمان الضفيري من كلية المجتمع وإعلامي. بالنسبة للأستاذ، استعمال الصناعة القياسية في العلم المدني عند ابن رشد، يعني تمنينا أن تكون عندك متابعة لكتاب ابن رشد الفقهي حتى تستبطن فكرة القياس عنده وكيف استعملها بتنوعاتها وألوانها، ثم تخرج لنا في الجديد الذي فات على المتقدمين عليك في البحث، وبهذا تتحفنا بجديد فات علينا، لأننا قصدنا هذه الجلسة بالحقيقة يعني تلمسا للجديد، فكنا نحب أن نسمع الجديد من خلال دراسة تطبيقات ابن رشد في كتابه الفقهي والأصولي، وماذا لون في هذه القضية في قضايا القياس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. محمد يحيى حسني، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أنا لدي سؤالين، وسؤال وتعليق إلى الأخ مولاي عبد الكريم. وردت معنا في مداخلتكم أن الفعل الأخلاقي عند الفارابي هو الفعل الذي يحقق الغايات الفاضلة. ما هو المعيار الذي من خلاله يمكن أن نقول بأن هذه الغاية فاضلة؟ هذا السؤال الأول. وألا يحيلنا كذلك القول بأن بتعقل الفعل الأخلاقي إلى أمرين حاول الفارابي الفرار منهما ولم يتحدث عنهما، على الرغم من أنهما واردين عند الحديث عن الأخلاق تعقلية أو تعقل الفعل الأخلاقي؟ الأمر الأول هو الغاية القائمة على المنفعة في الأخلاق، تكون الغاية هي المنفعة.
المسألة الثانية كذلك أن تكون الأخلاق كذلك لذات العقل، أو ليست معناها لغاية خارجة عما هو عقل، معناها تقريبا سميها مثلا أخلاق الواجب إذا كان يمكن الحديث بهذه الصيغة. بالتالي لماذا مثلا ليس هنالك أفق تحليلي مثلا قد ينفتح على هذه المسائل من خلال مقول التعقل الفعل الأخلاقي؟ وشكرا. مساء الخير، أشكر السادة. أوكي، بالقاسم القطعة، طالب علوم سياسية في معهد الدوحة. أشكر السادة الكرام على مداخلتهم، وصراحة أعجبت بمداخلة الدكتور كمال مساعد. وسؤالي موجه إليه، بما أنه ذكر في نقاط مداخلته في الأول أنه سيتحدث عن نظرية سياسية إسلامية، وأظن أن الوقت داهمه ولم يصل إلى هذا الطرح. سؤالي هو، لماذا نجحت النظرية السياسية الغربية في الانتقال من اللوكال إلى اليونيفرسال، من المحلي إلى العالمي؟ مثلا جون لوك هو مفكر بروفنشن يعني في إنجلترا فقط، وصل إلى العالمية في الوقت الذي النظرية السياسية الإسلامية ضحية لخصوصيتها. يعني نحن الشعوب الإسلامية نخاطب أنفسنا بنظرياتنا في الوقت الذي تخاطب نظرية الغربية العالم كله. السؤال الثاني موجه إلى الأستاذ من تونس الذي تحدث عن ابن رشد. سؤالي بسيط، هل هناك فصل بين أخلاق الدولة وأخلاق الفرد عند ابن رشد؟ لأنه في النظرية الغربية هناك بين reason of state، يعني منطق الدولة ومنطق الفرد يختلفان عن بعضهم البعض. وشكرا. السلام عليكم. شفيق غريغر، عضو هيئة الإشراف التربوي بوزارة التربية بالمغرب. سؤالي موجه للأستاذ كمال مساعد، وإلى حد ما أيضا إلى مولاي عبد الكريم. هو يعني أستاذ مساعد تحدث عن قراءة أو استفادة ابن رشد من كتاب الجمهورية للفارابي، يعني وأنا سؤالي إلى أي حد استطاع ابن رشد أن يتجاوز التلقي الذي تلقى به الفارابي جمهورية أفلاطون، كتاب الجمهورية؟ لأنه يعني هذا السؤال بالنسبة لي أنا حبذا لو سرق إيضاحات فيه، لأن الفارابي يعني أكثر من غيره والذي فطن إلى الطابع اللاهوتي السياسي لأديان الوحي، أنها جاءت بعقائد ولكن أيضا جاءت لإنشاء مدن طبعا، وبالتالي ربما كان أقرب إلى فهم مقاصد أفلاطون في الجمهورية، لأن النبي مثلتي إلى أفلاطون هو في نفس الوقت رئيس المدينة ومشرع ورئيسها أيضا. إذن سؤالي هو إلى أي حد، يعني ما الإضافة التي أضافها ابن رشد في إلى التلقي الذي تلقى به الفارابي كتاب جمهورية أفلاطون؟ شكرا. فلا طيب، بارك الله فيكم. أسئلة فعلا، أسئلة حقيقية. تفضل، نبدأ كما وردت المداخلات. نبدأ بالدكتور رمضان بن منصور، تفضل بإجابة بالله في حدود، لأنه احنا تأخرنا حقنا نتوقفنا يعني في ما يتجاوز دقيقتين. بالنسبة إلى السؤال الأول المتعلق بضرورة العودة إلى مختصر المستصفى وأيضا بداية المجتهد ونهاية المقتصد، في المقدمة التي أجريتها أشرت إلى هذا وأشرت إليه وأشرت إلى من اهتم بهذه المسألة، وهما أذكرهما لك، هم كل من الأستاذ فتح الدين عبد اللطيف والأستاذ حمو النجاري من المغرب. هؤلاء أو هذين الأستاذين تناول هذه المسألة في علاقة المنطق بأصول الفقه وذهب شوطا بعيدا في ذلك. في الحقيقة أشرت إلى ذلك، وإن كان قلت أنا موضوعي لا يتعلق بالمنطق بالفقه، وإنما يتعلق تحديدا بالعلم المدني أي الأخلاق والسياسة. إذن أنا أشرت إلى أن هذا موضوع آخر، موضوع آخر، وفي الحقيقة لا يكتب هو التناول، هي دعوة منك
يجب عدم الاكتفاء بعلاقة الفقه بعلاقة المنطق بالفقه أو علاقة المنطق بالعلم المدني، يجب أيضا أن ننظر حتى في مسائل أخرى، علاقة المنطق بالعلم بالعلوم الطبيعية وعلاقة المنطق بما بعد الطبيعة، وفي الحقيقة هو أصل الأطروحة التي قمت بها. هذا فيما يخص السؤال. إذن هو ربما مسألة أخرى أشرت إليها في الهامش. بالنسبة إلى الفصل بين أخلاق الدولة وأخلاق الفرد، في الحقيقة ربما المفاهيم معاصرة، ربما الأصوب هكذا في نظري الفصل بين أخلاق المدينة، المدينة اللي أنا كان يسمى المدينة، وأخلاق الملك الفيلسوف. فعلا ابن رشد وضع شروط أو ما هي خواص، عفوا، خاصيات الفضائل الأخلاقية الأربعة، حددها في أربعة وهي أرسطية، التي يجب أن تتوفر في هذا الفيلسوف والذي هو ملك، يجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط. وأيضا الحفظة هناك تحت مرتبة الملك الفيلسوف الذي أنت بعيون معاصرة الفرد نسميه اليوم تحته الحفظة، والأخلاق المدينة. إذن ربما صحيح هناك، لكن فقط الاختلاف في المفاهيم. الفرد عند ابن رشد يفهم أو يفهم على في سياق الملك الفيلسوف، والدولة تفهم على أساس المدينة، وإن ترجمها شحلان بالسلطة أو الحكومة تقريبا في بعض المواضع القليلة جدا. شكرا على كل، هي قضية كبيرة فعلا. هل هناك فرد في العصور الوسطى مهما كان أم العضو؟ فما فرق بين المجتمع العضوي اللي هو مثل الكائن الحي لا يمكن أن تنزع يدا كما يقول أرسطو، ولا تكون يدا من جبس، يعني بين الجسم يعني الحي وبين الفرد اللي هو آلي نوعا ما، يعني في الحداثة اللي ذكرت. يعني صعيب السؤال تطرحه على ابن رشد. على كل، تفضل سي مساعد. نعم، شكرا للأساتذة للكرام على تفضلهم بالتفاعل مع هذه المداخلة. يعني شكرا للأستاذ محمد الذي فتح لي يعني نافذة للحديث عن امتداد الأخلاق الرشدية إلى مجالات أخرى. أقول أستاذي الكريم، الأخلاق في الفقه عند ابن رشد، أنا يعني قرأت يعني كتاب بداية المجتهد بأكمله مرات ومرات وبعض، وكذلك الضروري، ولمشاركة في يعني إحدى الندوات حول مشروع ابن رشد شاركت فيها بعنوان المقاصد الأخلاقية في فقه ابن رشد. وأقول إن يعني الأخلاق عند ابن رشد تتعدى إلى مجال الفقه وإلى مجال العقيدة، وسوف يعني أتناول ذلك. يعني بالنسبة للفقه، ومسألة يعني عجيبة عند ابن رشد وأمثل بها، يعني في تناوله مسألة بيع أم الولد تحدث، يعني أورد نقاش الفقهاء، قال الإمام أحمد، قال الإمام مالك، يعني في يعني كابل كلام طويل، ويأتي يعني في نهايته ويقول أليس من بابي يعني أو أليس من باب الأخلاق ألا يبيع الرجل أم ولده، بمعنى أنه حكم الأخلاق في يعني الترجيح بين مجموعة من الآراء الفقهية، فقال أليس من الأخلاق ألا يبيع الرجل أم ولده، بمعنى أنه وظف الأخلاق في يعني مجال الفقه. يعني أقول أيضا في نهاية كتاب المجتهد وضع يعني أقول مجموعة من المبادئ، وربط كل باب فقهي بقيمة، فربط بين يعني كتاب المعاملات ضبطه بقيمة العدل، وضبط كتاب الزواج والمطعوبات والمشروبات بقيمة العفة، عفوا، وضبط كتاب العقيدة والعبادات بقيمة الشكر. إذن فيعني إذا رجعنا إلى نهاية كتاب بداية المجتهد نجد أنه ربط كل باب فقهي بأكمله بقيمة من القيم والأخلاق. مسألة بسيطة جدا. كذلك له يعني اهتمام بالأخلاق في المقاصد، والاهتمام كذلك في العقيدة، واعتذر على الإخوان على عدم الإجابة، والسلام عليكم. إذن في دقيقة بسرعة فقط، السؤال الأخ محمد يحيى. الفارابي ينطلق أساسا من المعيار العقل، هو يبين أن التعقل هو مبني على الدين، لكنه بالنسبة له أيضا مبني على ما هو مشهور ومتعارف عليه، أي أنه لا يتوقف عندما هو معروف في ملة واحدة في ملة ما، وإنما يضيف عليها ما هو مشهور وما هو متعارف عليه، أي ما هو متعارف عليه بحدود العقل. وشكرا. بارك الله. علمنا اختصرنا بحوالي 15 دقيقة. Yeah.